المرقاب الفضائية نحييكم من منتزه الملك فهد، موقع فعاليات ماراثون كبار السن لذوي الاحتياجات الخاصة وماراثون صغار السن، فأهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بعد لحظات سيبدأ مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة الكراسي المتحركة بمشاركة 6 لاعبين. المسافة سوف تكون 200 متر ذهاب فقط، واتمنى للجميع التوفيق. واحد، اثنين، شوي. بدأ السباق الآن، حماس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حصل على المركز الأول محمد سالم آل ساعد، وحصل على المركز الثاني مهدي حسين الصريمي، وحصل على المركز الثالث يحيى أحمد مرضمة، وحصل على المركز الرابع سالم حامد الزبيدي، حصل أحمد صالح الخيواني على المركز الخامس، والمركز السادس سعد جابر رشدان. Shabbat!
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع تتويج الفائزين في مسابقة كبار السن للعمر 55 سنة فما فوق، حصل على المركز الأول سعد عبد الله شعيل. تفضل يا تفضل. حصل على المركز الثاني مستر فنيس عبد الله. حصل على المركز الثالث صالح صالح الصلاح. حصل على المركز الرابع مهدي حمد هادي المطلق. حصل على المركز الخامس حسين صالح القراد. شاكرين ومقدرين لكل الحضور، علما ان يوم الثلاثاء سوف يكون سباق لصغار السن لعمر 7 سنوات الى 10 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى الختام، والآن مع تكريم الفائزين في الفئة الأولى 7 و8 سنوات، حصل على المركز الأول محسن عبد الله جحشر. حصل على المركز الثاني ذيب محمد هادي القريع. حصل على المركز الثالث محمد حمد حسين المنصور. حصل على المركز الرابع سالم عباصي محمد الربيعي. حصل على المركز الخامس فيصل ظافر العجمي.
حصل على المركز السادس حسين علي محمد الربيعي. حصل على المركز السابع سعود صالح مفلح الربيعي. وحصل على المركز الثامن علي سالم حرفش. أما في المجموعة الثانية وهي فئة 9 و10 سنوات، حصل على المركز الأول يوسف علي عايض القريعي. حصل على المركز الثاني مهدي سالم حرفش. حصل على المركز الثالث حمزة عبد الله فراج. حصل على المركز الرابع همام مبروك الهمامي. حصل على المركز الخامس فيصل متعب الجعرة. حصل على المركز السادس يحيى فارس الجحشر. حصل على المركز السابع يوسف سالم يوسف جريب. حصل على المركز الثامن تركي محمد هادي القريع. جوائز ترضية لكل من ناصر فارس الجفر. ناصر فارس الجفر، حسن مهدي حسن آل سراج. ومحمد هادي صالح القراد. شكرا للجميع وشكرا للحضور وشكرا لتعاونكم. أعزائي مشاهدي قناة المرقاب الفضائية، نحييكم من منتزه الملك فهد مقر فعاليات أتحدى الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة. في هذا اللقاء يسرنا أن نلتقي بالأستاذ حمد آل مسعد مدير جمعية شمعة أمل ليحدثنا عن دور الجمعية في مهرجان صيف. قدمت جمعية الأمير مشعل مشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان صيف نجران 34، وبوقوف الأمانة مع ذوي الاحتياجات الخاصة أتاحوا لهم الفرصة للمشاركة وتفعيل دورهم بين أفراد المجتمع لكي يعرف المجتمع أنهم يتحدوا الإعاقة، وشاركوا في المهرجان وتم الحمد لله اشتراك 6 مشاركين، وتم فوز محمد آل ساعد بالمركز الأول. ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله على إتاحة الصيف للسنة 34 وبتنظيم شركات وتنظيم جميع أمانة منطقة نجران، والله الموفق. شكرا أستاذ محمد. الآن أستاذ حمد، الآن معنا الفائز في برنامج أتحدى الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، تعرف عليك. محمد سامح حسين الصاعد. محمد، ما هو شعورك وأنت تفوز في هذا البرنامج، وما هي آمالك وطموحاتك التي تقدمها لكي يستفيد منها أخوانك ذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله شعوري طيب والحمد لله، وأشكرها وقد اجتزت في السباق، وأنصح أخوياي إذا تخصص الاجتهاد في التمارين الرياضية والاعتماد على النفس وقوة الإرادة على ذلك. هل هناك برامج مطروحة استفاد منها ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة نجران؟ في نفس الصيف فيه الفعاليات اللي يجب عليهم التواجد فيها، اشتراك فيها كذلك.
لديك كلمة أخرى توجهها لإخوانك ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أقول لهم كل عام وأنتم بخير والله يعطيهم العافية. قناة المرقاب معكم دائما في مهرجان صيف نجران وغيره. توجه لكم تحية وإجلال وتحية تقدير لذوي الاحتياجات الخاصة جميعا. نشكر قناة المرقاب والأخوة المشاركين فيها ويوسف على اللي عجز عني وصفكم صراحة. شكرا لك. لا 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 لا